شركة ود بيكر. الجهاز هذا مصنف ضمن الجيل الرابع. ايش يعني الجيل الرابع؟ تمام؟ قلنا نحن في الموتورز ايش يعني الجيل الرابع؟ عنده تورك وعنده ايش؟ كنترول بالسبيد. عنده تورك كنترول وعنده افكس لوكيتر بنفس الوقت. فعشان كذا يعتبر من الجيل الرابع، تمام؟ الافكس لوكيتر اللي داخل الجهاز يعتبر من الجيل الخامس. تمام؟ الابكس لوكيتر قلنا افضل شيء نحن نستخدمه ايش؟ الجيل الخامس. تمام، الابكس لوكيتر اللي داخله الجيل الخامس. الروتري بشكل عام يعتبر ضمن الجيل ايش؟ الرابع. طيب، فكرة انه انا معي جهاز مدمج، تمام، الجهاز بحد ذاته مدمج، هل معناته ان هذا الجهاز فقط يشتغل مدمج؟ يعني انا معي جهاز هذا اندرادار مدمج، يعني معناته ان انا في كل الحالات اشتغل فيه بلازم مدمج فقط. شكر سيوبلس. تمام، لكن يقولوا مدمج انه من ضمن الخواص حقه انك ممكن تشتغل ايش؟ ممكن تشتغل مدمج، بينما هو ممكن يشتغل ابكس لوكيتر لحاله، ممكن يشتغل روتري لحاله، وممكن يشتغل الاثنين ايش؟ مع بعض. نبدا نعرف كيف ممكن نشغل كل شيء لحاله. في الجهاز هذا في زر، اول شيء التشغيل بس عشان نعرف الجهاز تاتش. فالتشغيل اطرح فقط اصبعك على هذا المكان يطفي، اطرح فقط اصبعك على هذا المكان يلصي. يعني الجهاز عباره عن ايش؟ لمس، ما هوش محتاج انك تسوي كذا تقص دقه، فقط اطرح اصبعك وبيشتغل. شغلته انا الان، في معي زر هنا ركزوا عليه، اي ان اي بي. هذا الزر معناته اندو موتور ابيكس لوكيتر، يعني من هذا الزر انا بقدر اتحكم انه هذا الجهاز انا اشتيه فقط اندو موتور يعني روتري لحاله، او انا اشتيه ابيكس لوكيتر لحاله، او انا اشتيه الاثنين ايش مع بعض. ضغط على هذا الزر ضغطه، شايفين الشاشه اللي ظاهره امامكم؟ ايوه. لما انا اشرح كن ركزوا على ايش؟ على الشاشة عشان تشوفوا واضح. الشاشة هذه ظاهر عندها معيار في بصفر صفر، تمام، وظاهر جنبها سنة، معناته ان هذا المود خاص بايش؟ ابيكس لوكيتر اونلي، يعني انا ما باخذ القبضة وبتقفلها مهما ضغط ما بتشتغلش. شوفوا ما بتشتغلش لانه الجهاز اوريدي على فقط على ايش؟ على ابيكس لوكيتر الون. نبدأ ناخذ ابيكس لوكيتر الون قبل ما ناخذ اللي بعده. في الابيكس لوكيتر عشان تشغل ابيكس لوكيتر محتاج انك لازم توصل هذه التوصيله، تمام، توصل التوصيله هنا في الجهاز هذا في هذا المكان، بعدين معك للتوصيله هذه طرفين، تمام. شوف اذا وفرت الشركه الطرفين هذونا بالوان مختلفه، تمام، فعادة اللون الأبيض، تمام، بيكون خاص بالليب هوك. اللون الأبيض بيكون خاص بإيش؟ بالليب هوك. واللون الآخر بيكون خاص بإيش؟ بالفايل كليب، تمام. بينما إذا وفرت الشركة الاثنين نفس بعض، اثنين نفس بعض، فما فيش مانع، ما فيش أي فرق، ممكن تشتغل فيه بوت هنا أو هنا. هذا هو الليب هوك، شايفين كيفه؟ هذا هو ايش؟ الليب هوك. ندخل هنا الليب هوك. فين وظيفة الليب هوك يبقى؟ على اللب. على اللب. يعني أنا كذا بعلقه من داخل. تمام؟ اسمه ايش؟ ليب هوك. الطرف الثاني يسمى فايل كليب. وين رايح؟ جيب الكتابريكا. جيب الكتابريكا. سريع. طيب الطرف الثاني اللي هو ايش؟ فايل كليب. الطرف الثاني اللي هو ايش؟ فايل كليب. الفايل كليب، تمام، تضغط هذه الضغطة عشان يخرج زي الطرف، شايفين الطرف اللي خرج؟ جيب انا فايل، لازم الطرف هذا يمسك في هذه المنطقة ما بين الفايل وليش؟ ما بين الهندل وليش؟ والستوبر، عشان انا اضبط الستوبر على ايش؟ على الريفرنس بوينت واطلع فيه بالقياس.
طيب الطرف الثاني قلنا بنركب فيه ايش؟ ليب هوك. طيب انا هنا لاني بشتغل على موديل فبركب في الطرف الثاني ايش؟ نفسه فايل كليب لانه معي موديل عشان اقايس فيه بوك. ففي الموديل هنا بركبه. هذه مثل لي كأننا اركب على ايش؟ لب. على البيشنت لب. طيب هل اركب كذا الفايل من قبل وادخله؟ والله اول شيء ادخل الفايل بعدين اركب. شوف ندخل لما نركب نحن كذا من برا ونقيش ندخل هذه ثقيله فتكون عامله فورس على ايش؟ على الفايل. ما نقدرش نحن نتحكم فيها بالطريقه الصحيحه. فالافضل ان انا ايش ابدا؟ دخل طرف الفايل شوية تمام؟ وبعدها اجيب ايش؟ اضبط على ريفرنس بوينت. بعدها ادخله شوية كده واركب ايش؟ الفايل كليب. شوف ايش بدأ يظهر بالشاشة؟ 0.8 صح؟ هل معناته ان انا بعيد من الابكس بمقدار 8 ملي؟ لا، الارقام لا تعبر عن ايش؟ عن مليمتر. الارقام لا تعبر عن ايش؟ مليمتر. عن مليمتر. اول شرط لي بالقياس هو التدرج. لازم اختار فايل مناسب ولازم يكون في تدرج بالقياس. شوفوا 0.8 ركزوا معي على الشاشه. 0.7 0.6 ليش كذا رجع؟ رجع ثاني يخبط ليش؟ هل واحد ممكن يفسر لي ليش؟ لا. ايش توصيل؟ لا. أنا ها؟ لا. لا ليش ليش؟ مشى لما الستة ورجع للثمانية. استحب عليه شوية. الفايل غير مناسب. لا الفايل ما هوش مناسب. نحن قلنا من أهم شروط الأبكس لوكيتر إنك تختار فايل إيش؟ لازم يكون فايل مناسب بدياميتر مناسب لاصق لازم يكون في عامل ريزيستنس. شوف الان اخترت فايل بدلت من فايل وين لقيت بركة ليش كنا عانيت من البداية؟ لا مش قصة كان دبرس كان مستوى الجل زايد مستوى الجل لا ذا موديل فكان مستوى الجل زايد بزيادة فكان أول حتى ما يخرج الفايل حتى لو خارج كان ما يطلعش كأنه خرج تمام؟ فسوء توصيل أول ما شلت مستوى الجل نقصت منه تمام؟ فقادر انه يعطيني ايش؟ قراءة صحيحة. اللي انا اشتي اوصله تسمعوا الصوت؟ سامعين الصوت؟ صوتك نعم. الصوت هذا دليل ان انت ايش؟ شوفوا كيف تدرج. تمام؟ اسمعوا الصوت يتغير. اول ما توصل لابكس بيعطيك ايش؟ انذار. فعشان كذا اقول لكم دائما في الابكس لوكيتر الصوت مهم جدا. انك تعرف ان انت واصل او ما انتش واصل. طيب اذا انا خرجت خارج الابكس ايش اللي بيحصل؟ بيطلع لي ايش؟ خلاص سالب. بالسالب. طيب السالب برضه متى بيطلع لي غراب السالب؟ لما يكون معي ايش؟ في سلايفا. برفريشن صح؟ برفريشن. يعني معناته اي خروج معي خارج البريدنت الليجمنت يطلع لي ايش؟ بالسالب. في حالة ايش غيره؟ حالة لبن ابكس ما نستخدمش ابكس لوكيتر ابدا ابدا ابدا. طيب شايفين القراءة اللي مطروحة هنا على الجهاز؟ ايش مكتوب عليه؟ 0.0 صح؟ اذا حصل وانه تغير معك ضبط الجهاز رجع كذا. لازم انك ترجع تغيره ايش ترجعه؟ 0.0 تمام. دائما نحن حقنا الشغل نهايته نشتي الى كم؟ الى 0.0 يعني ايش 0.0 هذه؟ لمنطقة ايش؟ الابيكال فورامين. منطقة ايش؟
لا بيتال فورامي. يعني دكتور لو ضبطت على ثلاثة مثلاً بيصفر عن ثلاثة. لو ضبطت أنت على صفر ثلاثة بيصفر كأنك واصل أبكس عن صفر ثلاثة. لو ضبطت على صفر خمسة نفس الشيء. نحن الشيء صفر عن ما نوصل فين؟ صفر. يعني تضبط على صفر. صفر صفر. ضبطه دائماً على صفر صفر. طيب حد عنده سؤال على أبكس لوكيتر؟ في حد عنده سؤال؟ أول إيه؟ صفر صفر. تمام. الآن بضغط إن آب ثاني مرة. هذه الشاشة اللي أنتم شايفينها قدامكم. هذه الشاشة معناته إن أنا شغال فقط إيش؟ روتري مود. فقط إيش؟ روتري مود. اللي بظهر معي حاجة اسمها تورك وحاجة اسمها إيش؟ سبيد. هذه اسمها تورك وحاجة اسمها إيش؟ سبيد. طيب إذا ضغط كذا عدني ضغطة. هذا ايش؟ بوت. هذا مدمج صح؟ ماكس سيستم مدمج. لو روتري مع ايش؟ مع ابيكس. مع ابيكس لوكيتر. روتري مع ايش؟ ابيكس لوكيتر. مع ابيكس لوكيتر. طيب نبدا ناخذ هذا. تمام؟ ماكس سيستم. ركزوا انه في الجهاز حاجه اسمها ايش؟ حاجه اسمها سيستم. حاجه اسمها ايش؟ سيستم. طيب ايش معناته؟ معناته هذا الكلام ان في الجهاز هذا في مقارب 30 شركة اوريدي مخزون الضبط حقها داخل الجهاز. الشركات العالمية مثلا زي شركة اي ريس، زي شركة اندوفلير مايكروميجا، هذه كلها شركات ايش؟ فايلات. شركات فايلات ريبو اس سايبرون اندو، هذه كلها شركات ايش؟ شركات فايلات. طيب هذا الريسبريكيشن اللي تكلمنا عليه. طيب إذا أنا أدبرتيبر نيكس أدبرتيبر العادي، إذا أنا شغال بشركة ما هيش مخزونة في الجهاز هذا، أروح إيش أسوي؟ أقلب إلى أن أصل إلى زر اسمه إيش؟ اسمه بروجرام. شفتوا قلبت إلى وصلت لحاجة اسمها إيش؟ بروجرام. ضايف لك هنا 8 خيارات، تمام؟ تقدر تعدل فيها على حسب الفايلات اللي موجودة معك، تمام؟ كيف اقلب الفايلات؟ مركزين هنا الرام كم؟ ثلاثة. شوفوا اقلب من كل من فايل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هذا الثمانية اقدر ان اضبط كل واحد منهم على حسب الكت حق الفايلات اللي موجود معي، على حسب الشركة اللي انا بشتغل فيها. يعني ثمانية فايلات. ثمانية فايلات تقدر تضبط فيهم معك اربع شركات خمس شركات، تقدر كلهم تضبطهم داخل ايش؟ هذا المكان. فتعدل فيه بو يا اما تورك يا اما ايش؟ سبيد. لان اي جهاز روتري اي كت فايلات روتري نحن نضبط فيه بو يا اما تورك يا اما ايش؟ سبيد. يا اما سبيد. تلاقيه ورا في الكرتون حق الباكت. تلاقيه في الباكت حق الفايلات نفسها. فعلت التمانية من هنا انت. قلب من هنا. تمام. طيب الان انا على هذا المكان. نرجع ناخذ الزرارات كامل كلها اللي موجوده في الجهاز. اول زر اسمه ايش؟ اوتو ريفرس. اوتو ريفرس. شايفين فينه هنا؟ معناته انه مفعل ولا ما هوش مفعل؟ مفعل. هنا معناته ان هذا الاوتو ريفرس مفعل على ايش؟ على دوره كامله. مفعل على كم دوره؟ على دوره كامله. إذا ضغط كذا معناته مفعل على كم؟ نصف دورة. إذا ضغط كذا ما فيش. أوف. نحن نشتي دائما كذا. نشتي دائما كذا أوتو ريفرس دورة إيش؟ كاملة. الزر اللي بعده اسمه إيش؟ ريفرس. اسمه إيش؟ ريفرس. الآن كذا الإشارة مع عقارب ساعة ولا عكس؟ مع عقارب الساعة صح؟ طيب الدوران قلنا نحا يقطع الفايل معه ولا عكس؟ معه. ها؟ هاتي هاتي خبمت. تمام؟ معه ولا عكس؟ مع. إذا عملت كذا عكس. عكس معناته هنا إيش حصل للتورك؟ شايفين إيش حصل للتورك؟ صفر. لأنه ما فيش عاد إيش؟ ما فيش عاد مقاومة. الفايل هنا ما يقطعش، فقط وظيفته ايش بيعمل؟ لا وظيفته هنا يدخل لي يا سيلر يا ايش؟
يا ميديكيشن، يا ميديكيشن يا اما سيلر يا اما ايش كالسيوم دروكسايد. فنحن دائما نخليه على ايش؟ مع عقارب الساعه. سنقطع دائما نخليه مع ايش؟ عقارب. مع عقارب الساعه. الزر اللي بعده ايش هو؟ فوليوم. الزر اللي بعده ايش؟ فوليوم. دائما الشيء يكون في ايش؟ في صوت عشان نقدر نمزج. عشان الابكس لوكيتر وعشان اتاكد انه الجهاز هذا شغال ولا لا. فلما اضغط الشيء يسمع صوت. تمام؟ طيب الان هذه الزرارات نجي تحت ايش مكتوب معانا؟ فايل اخذناه، سيستم اخذناه، يبغى معانا ايش؟ تورك سبيد سيستم. تورك والسبيد. تمام؟ السيستم اخذناه اللي نقلب فيه بقى. باقي معانا ايش؟ تورك والسبيد. التورك والسبيد عشان تضبطهم تضبطهم على اساس ايش؟ على حسب ما هو مكتوب على الكت حق الفايلات، على حسب الشركة. يعني الشركة تعمل لك كم تورك والسبيد حق كل فايل. أول فايل هناك إيش مكتوب؟ 15 كم؟ 15.08. إيش يعني 15.08؟ يعني إن الفايل هذا أو 15 رقمه 15 والتيبر حقه 8. رقمه 15 والتيبر حقه كم؟ 8. فهو هذا أقصر فايل. إيش وظيفته قلنا؟ أوبنر أورفيس. أورفيس أوبنر. يعني وظيفته فقط إنه يعمل لي إيش؟ توسيع للأورفيس. عاد أدخل حاجة خفيفة. وظيفته إنه يعمل لي إيش؟ توسيع للأورفيس. أي فايل عشان أركبه شوفوا التركيب. لا تضغطش من خلف. نزل هندريس. لا تضغطش من خلف. دخل الفايل، دور وضغط. لكن لما شي تخرجه ضغط، تخرجه من خلف تضغط. لكن الادخال شوفوا اسمعوا الصوت. كل الشركات اسمعوا الصوت طق. تمام؟ اسمع طق تعرف انه هذا الفايل ايش؟ ما عاد بخرج. هذا الفايل ايش؟ ما عاد بخرج. فرح فرح فرح. تمام؟ طيب عشان بس ما ننساش دي الخطوة، هذا الجهاز شوفوا كيف فتحته أنا. متى نفتح نحن الجهاز؟ زي لما زيته. طيب لما شي زيته أجيب الزيت وأسويه هنا مباشر. الخطوة اللي استعرفها ممنوع، ممنوع تعمل مباشر. الجيرات بعدين تخرب حق السيستم نفسه. لازم تجيب هذه التوصيلة، لازم تشتري هذه التوصيلة إذا ما يجيش معك الجهاز. تعملها في هذا المكان، تجيب أي تزييت قبضات أي زيت تعمله في هذا المكان وتبخ. خرجته ترجع تركب. يعني ماش حاجة له خصيصة. لا أي زيت قبضات. تعقيم أوتوكليف فقط. هنا كهرباء ما تمام. ها؟ ايش؟ ايوه هي نفس القبضات بس لازم توصيله. لازم توصيله. وكل كم زيته على حسب استخدامك. تستخدم كثير زيته يوميا. تستخدم خفيف على حسب الاستخدام. تمام؟ نجي نشوف اول فايل كم ترك والسبيد حقه؟ 15. سبيد كم؟ 2.5. سبيد 5. سبيد كم؟ 2. طيب سبيد كم؟ سبيد 500. 500. والتورك كم؟ 2.5. 2.5. انا ضبطها. بروح الان من زر تورك برجع للمكان. 2.5. سبيد بدا اوريدي 500. 500 يعني الجهاز هذا ايش؟ جاهز مضبوط. خلاص. حسيت كلمته. شوف انا الان انا حسين حتى لو غدوه خلاص التصم. كلمته قبل ما اشتغل. خليني اشتغل بجزاك الله خير. ربي بعوضك. فوت فوت انا هو روحي تصب بس ربي بعوضك. ما بدك تذكر علي انك محتاج لو انا عنه كلمه هو اشتغل.
طيب في هنا برا حق طيب شوفوا انا كيف اشتغل. شوف المسكه لازم الاندكس فينجر حق تكون ايش تكون فوق عشان اقدر ايش اطفي ولا اصي ايوه لان انا لازم ايش ادخل طرف الفايل وبعدين ايش اشغل. دخلت طرف الفايل هذا اول فايل اللي هو رفس البنات. شوفوا كيف السبورت ماسك له برضه باليد الثانيه عشان ما يتحوس. فاعمل فقط ايش كذا مسحه على الرفس بس اول فايل كذا شغله ما نمسكش ولا ولا فقط وظيفته ايش وسي عليه ايش كم ينزل في الرفس ينزل 2 ملي تحت الرفس فقط صح ولا بيتغير المسار بس اكثر شيء 2 بس 2 ملي بعد ما تفضش ولا تطلع هذا 2 ملي تمام. بعدها ارجع اخذ الفايل اللي هو بعد والله اسوي حاجه غبي لازم ارجع ايش مانوال. اشتغل مانوال. طيب نشتغل مانوال قلنا له فايل كم 10 او 15 على حسب السيستم اللي حاشق طالين معانا. في اورديكا ممكن نكتفي ل 10 تمام ممكن عادي جدا. اذا انت ايش تريح الفايل حقك ممكن توصل له ايش ل 15 ما تستهلكوش الروتر. بحدد الان انا الطول قد حددته اول انا قايصته بعد ما وصلت 0.0 حركت الفايل قايصته طلع 19 تمام. فبضبط هذا الفايل حقي على طول 19 تمام. بدخله داخل القناه تمام. بعمل واتش ويندنج موشن لما اوصل فول وركنج لين بسحب تمام ودلادله. لما اتاكد ان القناه هذه لوس برجع اخذ الفايل ليش اللي بعده بعد كل خطوه ايوه. الريجيشن موجود قد انا دائما اعمل في البلب شامبر لان عادنا ايش ما وسعش القنوات. فاللي اعمله اكتفي ان انا اعمل فين الريجيشن في البلب شامبر. يعني كماكسيموم الفايل مانوال 15 15 فايل. الان بجيب انا الفايل روتري بضبطه على نفس الطول اللي انا شغال فيه اللي هو الطول كم حقي 19 قابل بعمل ايش الريجيشن على طول اشتغل ولا في حاجه خطوه على طول اشتغل ولا في خطوه قبل عملت الريجيشن عملت الريجيشن لازم مش قلنا لازم نمشي على التيركل سبيد حق الفايلات ده اهم حاجه ايوه. ففايل 15.03 اللي هو هذا لازم يكون التيرك حقه 1.5 والسبيد حقه كم 300 فاروح ما عاد اضبطش فايل واحد خلاص فايل واحد خده ضبط مضبط تمام. اروح اقلب فايل اثنين واضبط فيه بقى. في رقم واحد ثلاثة ما تمانية صح؟ فايل تمام؟ فايل اثنين بنقص التورك برجعه كم؟ 1.5 شمال تسمع عدل كل مرة خلاص بروجرام دين حفظ ايش؟ يخزن خلاص على كل فايل زي الميموري كل فايل تعدل فيه به مخزون زي الميموري. دخلت طرفه داش اشغل اول ما يوصل معي فول وركينج لين بعمل بس شويه براشنج على كل وول حاجه بسيطه خركته كما اخذ داخل القناه. خلصنا ايش 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 اقل 5 ثواني زياده خلاص. انتبهوا تسووا ذي الحركه لان انا اعرفها. لا خلي الفايل كذا يدور وانت تفرق عليه تمام وهو واصل على الطول دي لا فايل لازم يضل متحرك اب اند داون مع برشينج موشن. اما تطرح لي اياته كذا لحاله ونسيته وجلست كذا توسع القناه بشكل اكبر. ايوه ما نشيش كذا انا اشي كل فايل وظيفه كل فايل وصل لي للفول وركينج لينث جزاه الله الف خير بس يجي الفايل يرغب عين في الاوبتريشن شكلها فيها فراغات تجي وقت الاوبتريشن ما تجيش قتبركه صحيحه تمام
طيب بعد كل فايل فايل نعمل خطوة اسمها أبيكل باتنسي بفايل 10 فقط نزوده في الطول كم؟ واحد يعني بدل ما كان الوركينج لينث بعيد 19 أخلص الوركينج لينث كم؟ 20 عشان نتأكد أن القناة هذه إيش؟ مفتوحة ما تقفلتش بالدبرس لأنه ممكن الدبرس تحت ينزل يغفل لي ياتا بس يدخل تأكدت أنه دخل خرجت بعد كل بعد كل فايل بعد الريجيشن معاه بالفوت طيب لا أركب الفايل اللي بعد اللي هو كم؟ 20 قبل ما تزوي أعمل إيش؟ الريجيشن تسعتاعش طول يتبع عمل الاكتيفيشن بعد الشيء بعد الشيء آخر ها؟ لا الترك والسبيد الترك والسبيد حق الثلاث الفايلات الباقية تمام؟ نفس الفايل الأول فعم ما رحش أضبط ولا أي حاجة أرجع للأول أرجع لإيش؟ المرونة للأول اللي هو أصلاً الترك كم حقه؟ 2.5 السبيد كم؟ 500 كم؟ أربعة ثمانية بس هذا هو فليش عم نقول الروتر إيش بعمل؟ سرع العمل كن ونجزت كن عند الأخير قابل برجع أعيد نفس الخطوة باتنسي عشان نمنع الروكيج دكتور الحق الابيك اللي بتنسي ولا ابيكيشن ما تفرقش يعني الان هذا اخر فايل معهم بالسيستم اللي هو كم 25 خليه 19 خليه على طول كم 19 نفس الوركينج لينث حقي هلا طيب خلاص كملت كذا هل كل القنوات امشيهم على ذا السيستم هل كل القنوات اكتفي ب 25 الكيت حقهم 25 اخر فايل هذا المينيمم هذا ايش تمام مشيش حد يقول لي باوسع ل 20 مره قليل يعني اقل قناه موسعه تكون 25 تيبر 4 أقل شيء فهو عاملين كذا أنه لما 25 تيبر 4 أنت إيش تروح تسوي؟ كيت الثاني لا معهم يبيعوا منفصل 30 و35 و40 تروح تشتريهم منفصل طبعا الشراء المنفصل طبعا الشطارة هي لما تشتري منفصل أخرج لك لما تشتري من كل كت فايلات روتري منفصل اخرج لك من ذا الكت المجمع ليش انت مش كل الفايلات يكون عليها ستريس كثير فبتدوم معك فتره اطول فتقدر تتحكم فيها بطريقه افضل لكن لما تشيل كذا ابو كت كله فيبو ده يروح سريع لكن لما تاخذ 15 لحاله 20 لحاله 25 لحاله 30 لحاله 35 لحاله 40 لحاله بيعطيك مدى اطول طيب قلنا نحن ما نكتفيش على حسب ايش على حسب ديامتر في ذا كنال انا كنظام يعني انا اشتغل اقل قناة وسعها 30 تيبر فور ما عدا سيفيرلي كيرفد كنالز بس سيفيرلي كيرفد كنالز او كانت كالسيفايد مرة هنا ممكن اني ب 25 ولكن اغلب حالاتي 30 تيبر فور 35 في بعض القنوات 40 تمام اللي هي زي البلاتل والانتيرير والديستال كنالز طيب بعد ما تكمل انت بتحتاج انك تعمل ايش تقرب الجتبركة على اي اساس بتدخل الجتبركة على اساس الطول اللي انت مقايسه 19 ايوه ونفس التيبر اللي انت شغال فيه شغال تيبر 4 بتجيب جتبركة كم تيبر 4 حق الروتري ايوه حق روتري مش حق مانوال طيب الطول 19
عطفتها دخلتها واصلة فول وركينج لين ها واصلة ولا ما هيش واصلة على الريفرنس بوينت على الريفرنس بوينت حق اللي اشتغلت فيها. طيب في باقي اختبارين لازم تعملوا لقيت بركة ركزوا على هذا الشيء امسك لقيت بركة حقا واعمل لا فورس لا تحت لو نزلت عن الطول لو نزلت عن الطول نزلت مش مناسبة لقيت بركة مش مناسبة يا تقص منها يا تكبر فلا حد يثبت لي اياها على الطول يا دكتور والله انه كويس باقي انا بعده بعمل كذا عليه فورس في ريزيستنس خرجت خرجت من خارج الابكس معناته انك وقت الحراب وقت الكوندنسيشن تخرج خارج الابكس ما فيهاش نقاش الكلام لانه الان تطرحتها علقتها علاق لكن وقت الكوندنسيشن انت بتضغط ايش بتضغط عليها ففي عليها فورس اذا هي ما انش عامله ريزيستنس في الابكس ضروري يكون في تقبات لازم يكون الشرط الثاني اللي هو التقباك ايش هو التقباك تقباك المقاومه للجتا بركة للاخراج يعني انا لما باجي اسحبها بحس انه في بحس انه في ايش في مقاومه ماسكه تحت ايوه ابيك الافضل نعمل مثال كل واحد منكم هو يشتغل بعد ما يكمل يشتغل لما اشتي قبلي حق البلوك اللي بيشتغل عليها اشي قبلي البلوك معلقه من الجتا بركة تمام اشتي قبل البلوك ايش معلقه من الجتا بركة هكذا ماسك الان السنانه من ايش ليش ما سقطت معناته ان ايش في معناته ان في ايش في جود تك باك لان انا قدرت ان انا احملها من فين تمام شايفين كيف سهل الروتري صح سهل جميل ها حبه السنه الموضوع سهل جدا متى صرت سريع متى ما اخذت عرفت التورك والسبيد متى ما قدرت تشتغل باي شركه موجوده في العالم عاده نقص واحد ونقرب ايوه طب بس الطول حقنا وركنا ندخلها الافضل نبدلها باكبر مش ما ينفعش. لا. لا. ما ينفعش. لأنه ما فيش تربايد موشن. ما فيش ضغط على. أنت محتاج الاكتيفيشن محتاج إنه فايل يعمل بوش على هذه الريجيشن ينفع. لكن هنا ما فيش قطع ما فيش أي حاجة فما فيش ضغط. طيب. آخر حاجة نأخذها اللي هي الوضع المدمج. تمام؟ أنا فقط بشرح لكم الوضع المدمج عشان لا قدر الله اشتغلتوا بجهاز زي كذا تعرفوا بس كيف تضبطوه بنغير من زر ENAB قدم محمد محمد قدم هذه الشاشة معناته ان الاثنين ايش مع بعض انت عشان تشتغل مدمج تحتاج انك توصل اكثر من توصيلة في الجهاز نفسه لب. اولها اللي هو ايش اللي اشتغلناه اللي اشتغلناه انا اقول شو مدمج منفصل يعني تمام يعني الان اللي الان مش معينتها وصلت اول توصيلة هذه معلق ثاني توصيلة تمام يعني في اكسسوري لها ايوه كثير في المدمج لازم توصيلات اول كان كل انا من النوع اللي ما احبش المدمج فعليا انا بشتغل روتري بشتغل ابكسيكيتر لحاله بعدين بشتغل روتري لحاله والامور كويسه طيب يا دكتور ما عدا في السنجل كناس بشتغل مدمج من هو المور اكوريت بالموضوع والله هو اكوريت بس في بستيراتيف بسبب بلب شامبر يكون فيها فلويد يجلس يلعب له مس كوندكشن بين القنوات يجلس يخرج يجلس يدور عكس واصل قاعده شويه لما تضغط كذا هذه التوصيله توصل لك الفايل مع الابكس مع الجهاز بنفس الوقت تخرج لك ايش ضوء ضوء شوف عشان لو بتشتغل ابر 7 حاجه بعيده تمام يبقى ايش من توصيله لازمه برضه الليب كليب لازم برضه تعمل ايش الليب كليب ايش هو الزر الوحيد اللي عادنا ما شرحناش عليه في الجهاز ده كامل ماشي بالسيستم تطول ننزل شوفوا الجهاز ايش الزر اللي ما شرحتوش ابدا ايش اسمه
هذا اسمه ست اسمه ايش؟ ست. الست هذا مخصص انك تقدر تضبط فيه به في المدمج معك ثلاث حاجات ممكن تضبطها. مجلس ضاغط عليه نطلع كذا لفوق بنشوف في حاجة اسمها اي بي ريفيرس. اي بي ايش؟ اي بي اي بي ريفيرس. ايش معناته؟ معناته ان الفايل هذا لما بوصل الابكس بيدور عكس عقارب الساعة عشان ما يخرجش خارج الابكس. يسحب نفسه لا هو. ايوه اول ما بوصل للابكس بيحصل له ايش؟ بيدور عكس عقارب الساعة. تمام. اقدر اغيره من زر ان اب الى ايش؟ اي بي ستوب. ما تعملوهاش ابدا. يوقف هنا. ما تعملوهاش ابدا. يوقف بالابكس. يوصل لما الابكس فايل ايش؟ يوقف. يلا جلس ناتع. جلس ناتع انت وياه عشان تخرجها. فنحن نخليها فقط ايش؟ اي بي ايش؟ ريفيرس. اي بي ريفيرس. طيب اللي تحته اوتو. ايش يعني اوتو؟ هذا اسمه اوتو ستارت اوتو ستوب. عاملين خاصيه بالجهاز انه اول ما بدخل القناه يشتغل لحاله بدون ما تضغط الضغطه السوداء. واول ما يخرج من القناه يوقف ايش؟ لحاله. هذه فقط تفعل في حاله المدمج. يعني تقش تدخل فايل وانت مش شغال مدمج وتقول ما انا ما اشتغل. تمام؟ شو السر هذا؟ اخر خاصيه اللي اس ال دي. اسمها ابيكال سلو داون. تمام؟ هذه الخاصية عاملين لها بحيث انه الفايل مهما كانت سرعته اول ما يوصل الابيكال وان تير ابيكال وان تير يحصل له ايش؟ يدور بطيء. ليش عملوا ذي الحاجة؟ عشان ما يحصلش اكستروجن اوف ذا بريس بالذات في المناطق اللي انت غريب من فايتال ستراكشر زي ايش؟ بلات الكنال اوف ماكسيلاري مولرز لانها قريبه من ايش؟ ماكسيلاري ساينس. لاور فيرست سكند بريمولرز لانهم قريبين من ايش؟ من الفورامين. تمام. لاور 7 اند لاور 8 لانهم قريبين من ايش؟ انفيرير البولر كانالز. ففي هذه المناطق انا بفعل اس ال دي فعله لكن بغير هذه المناطق ما فعلوش لان انا مشتيش الفايل اللي وصل لي لما الابكس يقطع لي دلادل. الشي سريع اشتغل الشي فايل اقطع لي بسرعة اكبر لان الفايل ما تنقص انت سرعته يقل ايش يقل حقه الكاتينج افشنسي. اي فايل ينقص سرعته يقل حقه ايش كاتينج افشنسي. حد عنده سؤال الى هنا؟ حد عنده سؤال؟